غدا بإذن الله حسب يعني ما هو معروف ومتداول، رئيس الجمهورية سينتقل إلى مدينة تيزي وزو ليدشن هذا الملعب اللي هو تحفة فنية باسم المجاهد عضو المجموعة الستة التاريخية أيت حمد رحمه الله برحمته الواسعة. كما سيدشن أحياء سكنية خاصة حي 3500 سكن في تيزي وزو اللي تكلمت عليه قبل أيام طبعا أو قبل يومين، وسكان تيزي وزو يرحبون برئيس الجمهورية. أنا أقول هذا الكلام حتى لا يزايد علينا أي أحد، سكان تيزي وزو في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يرحبون برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لأنه يعني قبل شوية كنت نتكلمكم على الشخص والشخصية. الناس اللي ما يحبوش تبون كشخص الله يسر لهم، كيجيكم مترشح ما ترحبوش به هذيك مشكلتكم، مترشح رئاسي الله يسر لكم، ولكن كرئيس جمهورية هو رمز، يعني يرمز للدولة الجزائرية، يرمز للقيادة السياسية والعسكرية في البلاد. وبالتالي نطلب ونتمنى من إخواننا في تيزي وزو أنهم يكونوا قلب واحد وصف واحد وكلمة واحدة، ويقطعوا الطريق أمام الخونة والعملاء الذين ينتظرون أي خروج عن الأدب والاحترام، لأن السكان تيزي وزو متحضرين ومتربين ومتدينين. ما ننسوش أنه أقدم طريقة صوفية في شمال إفريقيا وممكن في إفريقيا هي الطريقة الرحمانية ليقبيلية، واحد ما يزايد عليكم، يعني ناس متمسكين بالدين الإسلامي الحنيف، ناس متمسكين بالعادات والتقاليد بالأخلاق وبالترحاب، يرحبوا بالضيف مهما كان منصبه سواء كان رئيس جمهورية أو رئيس بلدية. إذن ندائي لأهلنا في مدينة تيزي وزو وضواحيها، نطلب منهم أنهم يرحبوا برئيس الجمهورية بالورود، يقدموا له الورد، نعم يقدموا له الورد حتى يقطعوا الطريق أمام الخونة والعملاء الذين يراهنون وينتظرون أي خروج عن الصف أو أي نداءات مسيئة لرموز الدولة لرئيس الجمهورية وللدولة الجزائرية. نتمنى من سكان مدينة تيزي وزو أنهم يستقبلوا رئيس الجمهورية بالورود حتى يعطوا درس للعملاء والخونة ويوقفوهم عند حدهم. هذا ما أتمناه. ولكل حادث حديث ولكل مقام مقال.